بدنا نحل هلأ الاكسترا اكزرسايز 4 اللي هو الاكزرسايز 5 in smart guide. عم بيقول لي given x هيدا النمبر and y اعطيني الفاليو اللي لها بالبارت 1. عم بيقول لي write x under the form a radical 5 and y under the form b radical 5 where a and b are two integers. يعني هاي بدي اعملها مثل كانه بدي اعملها سمبليفاي ليطلع شكلها a radical 5 تحت الراديكال بده يطلع عندي 5 مضروبه بانتيجر والواي بدي اكتبها بشكل b radical 5 كمان تحت الراديكال في 5 ومضروبه بانتيجر اسمه b راح يكون له فاليو. راح نبلش اول شيء بالx. عندي radical 125 minus 8 radical 5 plus 6 radical 20 النمبرز اللي بدي اعمل لهم الموجودين تحت الراديكال اللي بدي اعمل لهم فاكتور فاكتورايزيشن هن ال 125 وال 20 برايم فاكتورايزيشن. فشو بنعمل هون؟ عرفنا انه نشتغل على طريقه البرايم فاكتورايزيشن. باخذ ال 125 وبعمل لها برايم فاكتورايزيشن ديفايدد باي 5 ايكوال تو 25 ديفايدد باي 5 ايكوال تو 5 5 1. ال 125 صار فينا نكتبها 5 to the power 3 بس أنا ال 5 to the power 3 ما بتظهر معي من تحت الراديكال فبجزئها لاثنين power واحدة odd واحدة even. هي هاي odd بفكر بالنمبر الأصغر منها الباور الأصغر منها اللي بتكون دغري even تطلع 2. يعني 125 صار فينا نكتبها 5 to the power 2 times 5. ال 5 هون بدي اعرف شو هو الباور بشوف شو بدي زيد على الطوله تعطيني 3 بيطلع 1 يعني 5 تو ذا باور 2 تايمز 5. ال 5 نخليها هلا ل 20 ديفايدد باي 2 10 ديفايدد باي 2 5 5 1 20 صار فينا نكتبها 2 تو ذا باور 2 تايمز 5. هلا بنيجي بنعوض تحت الراديكال الانسر اللي طلع معنا البرايم فاكتورايزيشن. يعني بدل 125 صار فيي احط 5 تو ذا باور 2 تايمز 5 minus 8 radical 5 plus 6 radical بدل 20 منحط 2 to the power 2 times 5. اوكي هلا منشوف الخطوة الثانية من بعد ما نعوض بالبرايم فاكتورايزيشن بشوف شو هن النمبرز اللي بيظهروا من تحت الراديكال. بأول راديكال عندي 5 to the power 2 بتظهر 5 بيبقى عندي 5 minus 8 radical 5 plus 6 times من هيدا الراديكال بيظهر عندي 2 to the power 2 بتظهر لبرا 2 بيبقى عندي تحت الراديكال 5. بصير عندي هلا 5 راديكال 5 minus 8 راديكال 5 plus 6 times 2 هي 12 راديكال 5. هلا بنشوف بنلاحظ انه كل النمبرز اللي عندي اياهم اللي بيناتهم اوبريشن فيهم راديكال 5. فشو بعمل؟ بحط الراديكال 5 وبعمل اوبريشن بين الارقام المضروبين فيهم يعني ال 5 والماينس 8 بلس 12 بعمل 5 ماينس 8 بلس 12 ايكوال تو 9 بيطلع النمبر هو 9 راديكال 5. يعني انا كتبتها بشكل a راديكال 5 such that a ايكوال تو 9. هلا بدنا نشتغل نفس الشغل للواي ما نكتبها بشكل b راديكال 5. الواي عندي اياها راديكال 45 plus radical 80 plus radical 125. هلا هون مثل ما ملاحظين عندنا addition. يعني نحن هون بنفضل نشتغل على prime factorization. ال 125 سبق وعملنانا باللي قبل prime factorization. هلا بنعمل لل 45 ولل 80. 45 divided by 3 equal to 15 divided by 3 equal to 5 5 1. صار فينا نكتب ال 45 in the form 3 to the power 2 times 5. هلا ال 80 divided by 2 40 divided by 2 20 divided by 2 10 divided by 2 5 5 1. صار فينا نكتب ال 80 بشكل 2 to the power 4 times 5. هون ما في داعي اشتغل بالباور عندي هاي even وهي هاي عندي اياها even. ال 5 ما في اشتغل فيها شيء ما في زغر للباور بتضل مثل ما هي وهون ال 5 بتضل مثل ما هي. هلا بروح على الاكسبريشن وبعوض محل النمبرز البرايم فاكتورايزيشن اللي لهم. يعني محل ال 45 بنحط 3 to the power 2 times 5 plus radical محل ال 80 بنحط 2 to the power 4 times 5 plus
محل ال 125 سبق واشتغلناها 5 to the power 2 times 5. الخطوة اللي بعدها هلا بدي اشوف شو بدي يظهر من تحت الراديكال. بأول واحد أول راديكال عندي 3 to the power 2 بتظهر لبرا، 3 بيبقى عندي تحت الراديكال 5 بلس من تاني وحدة عندي 2 to the power 4 بتظهر لبرا 2 to the power 2. يعني أنا شو عملت؟ الباور اللي هو even 4 قسمته على 2 بيظهر 2 to the power 2 يعني 4 2 to the هي بقى تظهر 2 to the power 2 وال 2 to the power 2 هي عبارة عن 2 times 2 بتطلع 4 بيبقى عندي تحت الراديكال 5 بلس هون بهيدا الراديكال عندي 5 to the power 2 بتظهر لبرا 5 بيبقى عندي جوات الراديكال 5. صار في عندي النمبرز مثل ما ملاحظين كلهم عندهم راديكال 5، فشو بعمل؟ بحط راديكال 5 وبعمل operations للنمبرز المضروبة مضروبين فيها. يعني أول وحدة عندي 3 بيرجع عندي plus 4 بيرجع عندي plus 5 equal to 12. طلع عندي الواي هي عبارة عن 12 راديكال 5 كتبناها بشكل بي راديكال 5 ساج زد بي ايكوال تو 12. هلا تاني بارت من الاكسرسايز خلينا نشوف شو عم بيقلنا. عم بيقلي show that x plus 3 راديكال 5 over y minus 6 راديكال 5 is an integer to be determined. من نبرهن انه هيدا الاكسبريشن تعطيني الانسر اللي لها انتيجر وبدنا نحدد شو هو الانتيجر. يعني انا بدي اروح احط محل الاكس ايمتى ومحل الواي ايمتى واعمل كالكوليشن ليطلع عندي انتيجر. الاكسبريشن عندي اياها هي x plus 3 radical 5 over y minus 6 radical 5 equal to. هلا بنعوض محل الاكس ايمتى ومحل الواي ايمتى. بصير في عندي محل الاكس عندي اياها 9 راديكال 5، صار في عندي 9 راديكال 5 بلس 3 راديكال 5 اوفر. ناخذ الواي محل الواي بنحط 12 راديكال 5 ماينس 6 راديكال 5 equal to. نرجع نذكر انه نحن الانسر بدنا اياه ان انتيجر، يعني ما بده يكون في بقلبه راديكال ولا في بقلبه بوينت ولا فراكشن، يعني ما بده يكون فراكشن كمان. هلا 9 راديكال 5 بلس 3 راديكال 5 هون فيها راديكال 5 هاي فيها راديكال 5، يعني انا فيه احط راديكال 5 واعمل اديشن لل 9 بلس 3. 9 بلس 3 ايكوال تو 12 اذر. هون 12 راديكال 5 ماينس 6 راديكال 5 هاي فيها راديكال 5 هاي فيها راديكال 5، يعني انا بقدر احط راديكال 5 واعمل 12 ماينس 6 ايكوال تو 6 من كفي. هلا ما نعمل سمبليفاي، هاي 12 راديكال 5 كانها 12 تايمز راديكال 5 وهاي 6 راديكال 5 كانها 6 تايمز راديكال 5. صار في اعمل اليمينيشن للراديكال 4 من الراديكال 5 من النيميريتور ومن الدينيميريتور بيبقى عندي 12 over 6. 12 is divided by 6 equal to 2. So then الانتيجر طلع صحيح مثل ما قلنا. عملنا verification برهنا انه الانسر لهاي الاكسبريشن طلع انتيجر وقال to be determined طلع 2. هيدا الاكسترا اكسرسايز 4. هلا بدنا نحل الاكسترا اكسرسايز 5 اللي هو الاكسرسايز 6 بال سمارت جايد. عم بيقلي بالبارت 1 راشوناليز الدينومينيتور اوف 3 ماينس راديكال 18 اوفر 2 بلس راديكال 2. رح ناخذ هاي الفراكشن نعملها راشوناليزنج بالبارت 1 من الاكسرسايز. عنا اياها 3 ماينس راديكال 18 اوفر 2 plus radical 2 equal. نحن عندنا تحت a plus b ما نضرب ب a minus b، يعني عندنا 2 plus radical 2 ما نضرب ب 2 minus radical 2. ناخد 2 plus radical 2 times 2 minus radical 2 فوق عندنا 3 minus radical 18 نضربها ب 2 minus radical 2 equal to 3 بنضربها ب 2 بتعطيني 6، 3 مضروبة بالماينس راديكال 2 بتطلع ماينس 3 راديكال 2
ماينس راديكال 18 تايمز 2 بتطلع ماينس 2 راديكال 18 ماينس راديكال 18 تايمز ماينس راديكال 2 بتطلع بلس راديكال 36. يعني بنضرب الجوات الراديكال ببعض 18 تايمز 2 اوفر 2. هاي بناخذها 2 تو ذا باور 2 لانه صار في عندي a بلس b a ماينس b 2 تو ذا باور 2 ماينس راديكال 2 تو ذا باور 2 بنكفي فيها بيطلع عندي 6 ماينس 3 راديكال 2 ماينس 2 راديكال 18 بلس راديكال 36 هي عبارة عن 6 over 2 to the power 2 هي 4 ماينس راديكال 2 to the power 2 هي 2 منكفي فيها 6 ماينس 3 راديكال 2 ماينس ال 18 أو خلينا نحط هون دغري 6 بلس 6 equal 12 فينا نحطها 12. هلا ال 18 بدنا نعمل لها برايم فاكتورايزيشن. 18 ديفايدد باي 2 بتعطيني 9 ديفايدد باي 3 بتعطيني 3 ديفايدد باي 3 ايكوال 1. يعني ال 18 صار في اكتبها 2 تايمز 3 تو ذا باور 2. يعني بصير في عندي ماينس 2 راديكال تحت الراديكال بدل ال 18 بنحط 2 تايمز 3 تو ذا باور 2. طيب ملاحظة بس، نحن امتى بنعمل برايم فاكتورايزيشن لأي نمبر؟ للنمبر اللي منه نو برايم، يعني البرايم نمبر مثل ال 2 ال 3 ال 5 ال 11 ال 7 ما بنعمل لهم برايم فاكتورايزيشن، اما اذر نمبرز بنعمل لهم برايم فاكتورايزيشن. اذر 4 ماينس 2 ايكوال 2 2. هلا عندي 12 ماينس 3 راديكال 2 ماينس 2. هلا من تحت هيدا الراديكال بيظهر لعندي لبرا 3 to the power 2 بتظهر 3 بيبقى عندي تحت الراديكال 2 over 2. شو بصير عندي اياها؟ بتصير 12 minus minus 3 radical 2 minus 6 هاي 2 times 3 هي 6 minus 3 radical 2 minus 6 radical 2 بتطلع منحط minus ومنعمل addition لل 3 plus 6 بتطلع minus 9 radical 2 over 2. هيك بنكون عملنا rationalizing اللي قال لي عنا الاكسبريشن اللي قال لي عنا. خلينا نشوف هلا البارت 2 شو طالب مني. بالبارت 2 عم بيقول لي verify that 3 minus radical 18 over 2 plus radical 2 minus 4 minus 18 radical 2 over 4 is an integer. بدي برهن انه هاي الانسر اللي لها انتيجر فبحلها لحتى برهن انه هي انتيجر. عندي 3 minus radical 18 over 2 plus radical 2 minus 4 minus 18 radical 2 over 4. مثل ما ملاحظين انه هاي نحن عملنا لها rationalizing فوق فدغري بحط الانسر اللي لها محلها. يعني بدل هاي بحط 12 minus 9 radical 2 over 2 minus 4 minus 18 radical 2 over 4. هون عندي different denominator بدي اعمل common denominator مثل ما كنا ماخدين بالشابتر السابق انه نعمل common denominator الطريقة اللي بنشتغل عليها. هون عندي 4 هون عندي 2 2 بقدر اعملها 4 بشكل انه اضربها ب 2 ضربت تحت ب 2 بدي اضرب فوق ب 2 بصير عندي اياهم 12 times 2 عندي 24 minus 9 times 2 هي 18 radical 2 over 2 times 2 هي 4. هلا راح ادخل دغري الماينس هون صار في عندي كمان denominator اللي هو 4 minus 4 minus times minus بصير في عندي plus 18 radical 2. بدنا ننتبه لل sign، يعني انا بس يكون في عندي هيك fraction قدامها operation minus فانا بضطر اضرب الساين باول وحده وبالثاني. هاي كانت plus 4 ضربتها بالماينس صارت minus 4. هاي ماينس 18 راديكال 2 ضربتها بالماينس صارت بلس 18 راديكال 2. هلا شو بصير في عندي؟ ماينس 18 راديكال 2 بتطير مع البلس 18 راديكال 2 صاروا طاروا مع بعض. 24 ماينس 4 بتعطيني 20 اوفر 4. 20 اوفر 4 هي 20 ديفايدد باي 4 ايكوال تو 5. طلع عندي الانسر هو انتيجر، يعني صحيحه طلعت انتيجر. هذا الاكسترا اكسرسايز 5.